وانت في الجامعه هتلاقي في واحد صاحبك عمره ما رن عليك، او بقاله على الاقل سنتين ما رنش عليك، بيكلمك بيقول لك ازيك يا صاحبي وعامل ايه واخبارك ايه وانا عايز اقابلك في احلى حته موجوده في مصر. هتقول له ليه بس؟ هيقول لك يا عم انا عايز اتكلم معاك كلمتين وفي مصلحه جامده هتطلع منها بشويه فلوس حلوين. هتسمع كلامه وهتروح، هتلاقيه نازل لك بعربيه كده ولابس بدله او لابس حاجه فورمال، وتروح تقعده في مكان جامد جدا. هتشرب ايه يا صاحبي؟ هتقول له انا عايز اشرب مانجا بقى، ما هو خلاص بقنا نشف من الشاي. هتطلب مانجا ويبدا يكلمك في حوار هيدخل لك مليون جنيه في سنه. فهل الموضوع ده بجد ولا نصبايا؟ انا واحد من الناس تعرضت للموقف ده اكتر من مره، فتعالوا ندردش مع بعض. ومساء الخير اصدقائي، مساء الخير متابعين قناه دكتور هيرو، اهلا وسهلا بكم بحلقه مخصصه لطلاب الجامعات، لان المواقف دي بتتكرر في الجامعه. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن التسويق الشبكي، هل هو نصبايا ولا بجد؟ وعايز احكي لكم برضه تجربتي انا كانس مع الموضوع ده ومع الناس اللي عرضوا عليا الفكره دي. ولكن قبل ما نتكلم عن موضوع التسويق الشبكي لازم اقول لكم حاجه بسيطه لازم تاخدوا بالكم منها، ان في فرق كبير جدا ما بين التسويق الشبكي وما بين التسويق الرقمي. كلمة تسويق رقمي او الديجيتال ماركتينج ده عبارة عن ان مهنة زيها زي اي مهنة، انك بتاخد بيج معينة او بتاخد اعلان معين وبتحاول تسوق له على النت اونلاين، عشان كده اسمه ديجيتال ماركتينج، التسويق الرقمي او التسويق من خلال الانترنت. فلو شفت حد بيشتغل ديجيتال ماركتينج فدي شغلانه محترمه وليها كورسات وليها دورات وليها حاجات كتير جدا بتعلمك ازاي تعرف توصل البوست بتاعك او توصل الستوري بتاعتك لاكبر عدد من الناس، عشان تبقى لو بتبيع خدمه فتبيعها لاكبر عدد، لو بتبيع منتج تبيعه لاكبر عدد، ده اسمه تسويق رقمي. ولكن حلقه النهارده عن التسويق الشبكي. التسويق الشبكي هو الراجل اللي هيجي بورقه ويقعد يرسم لك شجره، هيقول لك انت على رأس الهرم، هتشتري معانا خدمة انت مش محتاجها، وهتبدأ تجيب اشخاص يشتروا نفس الخدمة او نفس المنتج وهم مش محتاجينه، بس هم بيشتروه عشان يبدأوا شغل معانا. وكل ما هتشتري الحاجة كل ما هتدخل معانا في السيستم، وهتجيب ناس تحتك واللي تحتك يجيبوا تحتك واللي تحتهم يجيبوا تحتهم، وهكذا لعند ما الشجره تكبر. وكل ما الشجره تكبر كل ما هتكسب فلوس اكتر. خليني اوضح لك الموضوع ده بالورقه والقلم وازاي الناس دي ممكن تنصب عليك لو انت مش فاهم. الموقف ده حصل معايا اكتر من مره في سنين متفرقه في الجامعه، والحمد لله ما اشتركتش في اي حاجه منهم لان انا كنت عارف بان الموضوع ما هواش سالك مش واضح. بكل بساطه في شخص بيفتح شركة وبيسميها شركة تسويق شبكي، الشركة دي بتبيع منتجات وفي نفس الوقت بتشغل الناس اللي بيشتروا المنتجات دي، بيجي بيعرض عليك فكرة، أو خلينا أقول لك مثال واقعي عشان تبقى متخيل، بيجي بيقول لك إحنا عندنا عرض في الشركة بتاعتنا، هتشتري كارت، الكارت ده فيه مثلا خصومات على ملابس أو خصومات على منتجات أنت بتحبها، الكارت ده عشان تشتريه بتدفع 3000 جنيه، وطالما خدت الكارت ده أبو 3000 جنيه بتروح أي محل من المحلات بتاعتنا وبتشتري الهدوم بخصم كمان، يعني الكارت هو عبارة عن خصومات على منتجات من المتاجر بتاعتهم. لحد الآن الكلام طبيعي. طيب انا بقى اشتغل معاكوا ازاي لو اشتريت الكارت ده؟ هتروح تجيب واحد تاني تقنعه بنفس الفكره فيشتري الكارت ده، فتاخد نسبه من الكارت اللي هو اشتراه. طبعا الكارت هو مجرد مثال بس، وكل ما الناس دول جابوا ناس اكتر كل ما انت هتاخد نسبه اكبر. طيب فين النصبايا في كده؟ تعال اقول لك. لنفترض انا صاحب الشركه دي، فانا الشركه بتاعتي رحت فاتح ليها 10 محلات بتبيع هدوم مثلا، وقمت عامل اسعار الهدوم اغلى شوية، نفترض ان اغلب نسبة 30%، وقمت رايح عامل كروت من خصومات 30%، والكارت ده هو عبارة عن خصم 30% على اي منتج هتشتري من عندنا، هل الكارت ده انا اديته لك هدية؟ لا، انا هبيعه لك ب 3000 جنيه. طب هل انت محتاج الكارت ده؟ لا انا مش محتاجه، انا ممكن اروح اشتري ملابس من اي حته انا عايزها، ممكن انزل اتسوق في مول ادخل على 20 محل. فانا لما ببيع لك الكارت ده بجبرك انك تشتري من المتاجر بتاعتنا. فاول نقطه هو انك خدت حاجه انت مش محتاجها ورحت وكنت مجبر تشتري من المتاجر بتاعتنا، من البضاعه بتاعتنا. تاني نقطه ان الهدوم اصلا لما تروح، او مش الهدوم، مش لازم يبقى ملابس، ممكن يبقى اي منتج تاني، هتلاقي ان سعرها اوفر قوي، تلاقي مثلا خلاط ب 15000 جنيه مع ان الخلاط مثلا ب 2000 جنيه في اي حته، تلاقي مثلا رحله شرم الشيخ ب 20000 جنيه مع ان ممكن تروح شرم ب 2000 جنيه. فتاني حاجه هي ان البضاعه اغلى من سعرها الحقيقي، او المنتج او الخدمه اغلى من سعرها الحقيقي. خدوا بالكم في التسويق الشبكي الايام دي كورسات، بقول لك هتدخل معانا الكورس
واي حد هتجيبه وراك هتاخد نسبه وكلام زي كده. لحد الان انت مش متضرر قوي، ولكن الضرر فين؟ ان ال 3000 جنيه دول هيروحوا لصاحب الشركه زي ما هم، وانت هتاخد منهم ملاليم، او اللي خلاك تقتنع بالموضوع هياخد منهم ملاليم. فعلى ما تسترجع اصلا ال 3000 اللي انت دفعتهم، هيبقى صرفت فلوس ومواصلات وقعده على كافيهات وقعدت تقنع في الناس عشان يدفعوا ال 3000 دول، وفي الاخر هتلاقيك بتاخد من كل واحد مثلا 20 30 جنيه او 50 جنيه نسبه عشان انت دخلته في الموضوع ده وخليته يلبس بمعنى الكلمه. طبعا بيعملوا مؤتمرات كبيره جدا وبيجمعوا الناس وبيعملوا حفلات واغاني عشان يوروا الناس قد ايه احنا معانا فلوس وقد ايه احنا مستقرين وقد ايه احنا بنكسب. فاول حاجه انت اشتريت حاجه مجبر عليها، تاني حاجه ان اسعار المنتج اللي هو هيبيعه لك اوفر اصلا عن العرض اللي هو مديهولك، او مش ده سعر الحاجه الطبيعيه، تالت حاجه ان انت اصلا على ما تجيب الناس اللي هتكسب منهم هتبقى قعدت تقنع في طوب الارض عشان في الاخر تدخل خمس ست اشخاص على ما اصلا توصل لل 3000 بتوعك. يعني لو انت بتاخد اصلا نسبه 300 جنيه من الواحد، فانت عايز تقنع 10 اشخاص يدفعوا 3000 جنيه عشان تسترجع قيمة الكارت اللي انت اشتريته اللي ملوش لازمة اصلا. طبعا هو هيرسم لك رسمة على هيئة شجرة وهيقنعك بالكلام ده، وهيقول لك ان انت بعد سنة ان شاء الله هتبقى راكب عربية. هو حرفيا اللي انت هتركبه بعد سنة هو قطر ستة اللي تلت، زي ما بيقول الزعيم عادل شكل. فأي شركة هتعرض عليك انك تشتري منتج عشان بعد كده تشتغل معاهم، فاعرض عليه وقول له طب ايه الشروط عشان اشتغل معاكو من غير ما اشتري منتج. هتلاقي ان بيقول لك لا لازم تشتري المنتج ده عشان تبقى معانا، فهو باع المنتج وخلاك انت تلبس في الحيطه. فنصيحتي ليك لو انت لسه داخل الجامعه، هتلاقي ناس كتير جدا بتعرف تتكلم كويس ولابسه فورمال، وهتلاقيهم من زمايلك وهيروحوا يخلوك تقعد في اجمل حته، والمانجا اللي انت طلبتها في اول الحلقه انت اللي هتحاسب عليها في اخر القعده دي. فلو اي حد عرض عليك الكلام ده ما توافقش، وقول له ان انا عارف ان ده تسويق شبكي ودي حاجه مش لطيفه وانا مش عايز اشتغل كده. وخليك دايما فاكر ان ايزي كام ايزي جو، اي حاجه بتيجي بسهوله فبرضه بتروح بسهوله. ده واحنا ما اتكلمناش على ان الحاجه دي اصلا حرام، فاحنا بنتكلم من منطلق البيزنس لسه، بس هو برضه في الدين حرام. حتى لو هتقول لي انا مش على نفس الديانه بتاعتك، فهي اخلاقيا حاجه مش صح. فخد بالك من النصب اللي بيحصل في الجامعات، ناس كتير من زمايلنا وقعوا في الفخ ده، واحنا الحمد لله يعني ما وقعناش في الفخ ده عشان سالنا واستفسرنا عن الموضوع قبل ما ندفع فلوس. عايز تحضر كورس؟ احضر كورس عارف ان انت هتستفيد منه. عايز تشتري منتج؟ اشتري منتج انت محتاجه ومن المكان اللي انت عايزه، ودور على افضل سعر له. عايز تشتغل؟ دور على الشغل بالمهاره اللي انت بتعرف تعملها في المكان اللي بيشغل ناس فعلا، مش هياخد منك فلوس ويضحك عليك. فما تخليش حد يقنعك بموضوع الشجره ومش هتركب عربيه ولا حاجه. وبس كده، دي كانت نصيحه بسيطه لطلاب الجامعات، اتمنى تكونوا استفدتوا منها. وما تنسوش تتابعوني فيسبوك تويتر انستجرام تيك توك وعلى كل منصات التواصل الاجتماعي، وما تنسوش تدعمونا بلايك وشير، واكتبوا لنا في الكومنتس ايه الفيديوهات اللي انتوا عايزينها. وبس كده، لو احتجتوا حاجه ادوا العيش لخبازه. سلام.